زوجة تريد أن تعمل خارج المنزل وزوجها يريد ألا تعمل، وإذا أصر أن تجلس من العمل حدثت مشاكل ممكن تصل إلى أن تذهب إلى بيت أهلها. ماذا يفعل الزوج؟ إنه يريد أن تجلس في البيت مع العلم أن تخرج بزي الشرع ونقابها، ولا تخالط الرجال إلا قليلا على قدر الحاجة، وتجلس بنقابها وتقول لما نكون في بيت ملك إن شاء الله أجلس مع العمل. أحدثكم بالإيجار، وعندنا أولاد في مراحل التعليم يحتاجون إلى مصاريف كثيرة ودروس. والله إن استطاع الزوج أن يكفي زوجته وأولاده فهذا هو الأصل. فالزوج قبل أن يسأل ذلك السؤال يحاول أن يكفي زوجته وأولاده حتى لا تحتاج هذه المرأة أن تقول مثل هذا الكلام. اجتهد ويعمل ليل نهار حتى لا تقول هذا.